بيه. الله يمسيكم بالخير جمهورنا اللي يتابعنا واللي يسمعنا الآن واللي بيشوف المقاطع بعدين. وقف اليتيم بمكة التابع لجمعية رؤوم برفحة ما قصروا، حطوا لنا باب للأجر بإذن الله 300 ريال، والله ما هي بشيء، تكفى اليتيما لمدى الحياة مرة واحدة. بادروا والله يجزاكم الخير. الله يجزاك خير، ولا تقصرون يا شباب بعد تدعم خويكم.